سي محمد فريق جد قوي بمنظومة جديدة بفلسفة جديدة، مدرب اللي كسب خبرة في هذه البطولة هذه الإنجليزية. الموسم الماضي كما نقولوا كان في الشامبيونشيب، طلع فريق ليستر سيتي، عمل من قبل مع غوارديولا. أنا نقول بلي حتكون مفاجأة الموسم. بالمر أول لاعب في تاريخ البريمير ليج يسجل 4 أهداف. وكول بالمر منذ الموسم الماضي أمين لاعب إنجليزي. لاعب إنجليزي. أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف منذ الموسم الماضي. كول بالمر يأتي في المركز الأول ب 43 هدف، وبعده يأتي إيريك هالاند ب 41 هدف، ثم أولي واتكينز ب 38 هدف. نعم أنا قلت لك لاعب جد ممتاز، لاعب روي يبرز في البطولة الإنجليزية، لاعب يلعب للمنتخب الإنجليزي. سيفري هو لاعب شاب 22 سنة. أنا نقول باللي راح يندم عليه السيتي باسكو كان بالك بو ما نحكوش هو كان، باسكو فريق السيتي كان سرحوا بالك، كانوا لاعبين أحسن منه في الفريق هذاك الوقت. لا هو اللي خدا قرار راح يعني آه. هو اللي باسكو ما كانش يلعب سينو كيما ستيرلينغ واسمه كيما ساني والوقت من أوقات سي نورمال. نظن أنا في هذا الموسم هذا في فريق تشيلسي عندهم مجموعة من الشباب اللي راهم يبرزوا هذا الموسم، وكما قلت انت احسنهم بالمر اللي راهو يتالق في طريقته في الرحيل من مانشستر سيتي. محمد تؤكد انه شاب عنده ثقه في امكانياته وعنده ثقه رهيبه وعنده رغبه ثاني باش ينجح، لانه اي شاب في عمر ال 20 سنه يلعب مع احسن نادي في العالم مع احسن مدرب في العالم ويقرر انه يروح، ما يصبرش باش حتى يدي فرصه مع مرور الوقت، لانه كان متاكد بانه في هذا السن ما بقالوش يزيد يستنى، على باله بلي يقدر يمد. ومباشره بعد رحيله لتشيلسي تكيف مباشرة مع المنظومة، وحتى ولو كان تشيلسي في الموسم الماضي ولا الموسم السابق كان سيء، هو كان أحسنهم. نعم كان دائما يسجل، دائما يقدم تمريرات حاسمة. نعم مانشستر سيتي يتعرض إلى نزيف نقاط في نيوكاسل، هدف مقابل هدف. غوارديولا لم يكن راضيا عن هاته النتيجة، وليفربول الآن يقفز إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي. نعم كم نظن بأن هو النتيجة ليست كارثية بالنسبة لمانشستر سيتي، لأنه نفس المأمورية ستحدث في الأسابيع المقبلة في الدوري الإنجليزي، سنشاهد مثل هكذا نتائج. وبالتالي نظن أن مانشستر سيتي عنده الوقت اللازم باش يتدارك خلال الجولات المقبلة، رغم الفورمة العالية التي يتواجد فيها ليفربول. هذا ما خلينا نتنبأ بموسم قوي، ولكن أنت تتحدث عن نيوكاسل، واحد من أقوى أيضا الأندية على المستوى الإنجليزي، وبالتالي هدف مقابل هدف هي ليست نهاية العالم بالنسبة لمانشستر سيتي. نعم عطينا تصريح غوارديولا هذا الأسبوع. مانشستر سيتي الآن في المركز الثاني خلف ليفربول، سوف نجد حلا عندما يكون اللاعب غير قابل للتعويض، علينا التعامل كفريق. الموسم الماضي لعبنا 3 أشهر بدون هالاند و5 أشهر بدون دي بروين، ومع ذلك فزنا بالبريمير ليج، ولكنه لعب 4 مباريات بدون رودري في الموسم الماضي ولم يفز بأي منها، ولعب أول مباراة بدون رودري هذا الموسم وسقط في فخ التعادل. لذلك رودري لا يجب أن تضعه في نفس الميزان أو نفس الكفة مع هالاند ودي بروين. وأصيب هالاند أيضا، دي بروين غاب، تم تعويضه بطريقة جيدة. نشفوا لما كان دي بروين ما يلعبش، ولا غوندوغان هو اللي يتكفل بمهام دي بروين على أرضية الميدان، وكان سجل الكثير من الأهداف في تلك الفترة. ولكن بغياب رودري ولا أحد من اللاعبين استطاع أن يغطي الدور الذي يقوم به رودري. قلت لك في الموسم الماضي 4 مباريات غاب فيها رودري لم يفوز فيها السيتي بأرمادته من النجوم بأي مباراة. نعم. وهذا الموسم أول مباراة بدون رودري، أول سقوط لمانشستر سيتي ولو أنه كان تعادل على ملعب صعب. ليفربول يتسيد الآن ترتيب الدوري الإنجليزي. نعم رابع فوز لليفربول على التوالي، هو كما نقوله في أحسن أيامه مع المدرب الجديد. قدم مقابلة كبيرة ضد فولف، أنا نقول باللي سيطرة، كان الفوز تاعه بالأداء والنتيجة. أنا نتمنى باسكو كمحب لفريق ليفربول محمد إن شاء الله يكمل في هذه السلسلة هذه وفي هذه القوة دياله البدنية. أرسنال يراقب، وتشيلسي أيضا محمد في المركز الرابع، وتشيلسي ولكن تنافس نظن حسب هذه البداية الرائعة لليفربول. عودة ليفربول كانت رائعة، بداية رائعة، نظن بأن التنافس
يشتد بين ليفربول ومانشستر سيتي. نعم شكرا جزيلا لك فارس. وصلنا إلى نقطة النهاية. في الأخير تحيتنا لرشيد الأزرق محب لنادي شبيبة القبائل التي انطلقت بقوة على الموسم بفوزها على ملعب الراحل حسين أي تحمد بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد أمام نادي أولمبيك أقبو. إذن تحياتنا لكل مشاهدينا الذين يراسلوننا والذين يشجعوننا وكذلك الذين ينتقدوننا ويوجهوننا. شكرا بارك الله فيكم يعطيك الصحة. شكرا محمد. شكرا لأمين ولأمين فرصة أخرى إن شاء الله. نعم شكرا. كان مباراة وكلاسيكو كبير في الجزائر غدا بحول الله بين شبيبة القبائل ومولودية مرة الجزائر. أخرى ملعب حسين أيد حمد يستقبل كلاسيكو قوي جدا بين شبيبة القبائل ومولودية الجزائر. مباراة قوية إن شاء الله نشاهد الفرجة فوق أرضية الميدان وفي المدرجات. كيف تتوقع هذه المواجهة خاصة بعد تعثر المولودية أمام بارادو الأسبوع الماضي وفوز شبيبة القبائل على أظن أنها الضغط حيكون من جانب مولودية الجزائر خاصة بعد تعثر عفوا في الجولة الأولى. مولودية ذكر أنها عادت في النتيجة وتفادت الخسارة أمام نادي بارادو. وبالنظر لمستوى الجيد الذي ظهرت به شبيبة القبائل في اللقاء الأول وهي الباحثة أيضا عن العودة على المستوى المحلي لكي تعود بطبيعة الحال على مستوى القاري نظن بأنها ستكون مواجهة قوية جدا ولكن الأفضلية لشبيبة القبائل التي ستواصل بنفس الريتم اللي كانت به بدأت به البطولة. تخصيص 5000 تذكرة لأنصار مولودية الجزائر ولكن بلون مختلف عن تذاكر أنصار شبيبة القبائل. نعم لتسهيل دخول أنصار مولودية الجزائر. على كل حال الشيء الجيد فيما يخص هذه النقطة هو تنظيم الأكثر من رائع اللي عرفته المواجهة الأولى بين شبيبة وأولمبيك أقبو. عدد كبير من الأبواب يعني فتحت وكانت الدخول سهل بالنسبة للأنصار وهذا ما نتمناه في هذه المواجهة القوية الأولى بين المولودية وشبيبة. نعم كيف ترى هذا الكلاسيكو أمل؟ والله مواجهة صعبة على الفريقين. اليوم أتكلم على كلاسيكو من أحسن الفرق في الجزائر شبيبة القبائل ومولودية الجزائر. حيكون اللقاء صعب. نحن في بداية الموسم لقاء ثاني لفريق شبيبة القبائل وكذلك لمولودية الجزائر. إن شاء الله نشوف الفرجة إن شاء الله نشوف ردة فعل من مولودية الجزائر اللي راح يكون عليها الضغط بعد التعادل الأخير اللي ما من ناحية اللعب كل أنصار مولودية الجزائر لم يقتنعوا بهذا الأداء هدايا باللاعبين تاني اللي عندهم. إن شاء الله نشوفوا الفرجة فوق الملعب نشوفوا الفرجة من اللاعبين خاصة ونشوفوا تاني نشوفوا تغييرات من ولا تكتيك من المدربين اثنين وتاني الجمهور إن شاء الله يكون كما عودنا في أول لقاء ضد أقبو جمهور شبيبة القبائل وإن شاء الله تكون نعم. الروح الرياضية سواء في المدرجات ولا في نعم. الملعب. مصادر أخرى أشارت بأنه عدد التذاكر التي تحصلت عليها مولودية الجزائرية 3300 تذكرة وليس 5000 تذكرة. أمين رأيك في هذه المباراة؟ إن شاء الله تكون مباراة جيدة نعم. من الأنصار قبل المقابلة بحد ذاتها على أرضية الميدان. أتمنى أنه نشوفوا نفس الصور الرائعة التي شاهدناها في ملعب حسين أيد حمد في المباراة الأولى. نتمنى أنه الأنصار يحافظوا على هذه التحفة واللاعبين أيضا جوهرة ولا غير جوهرة. نتمنى واللاعبين أيضا يقدموا مستوى يليق بالأرضية يليق بالجمهور الحاضر في مدرجات حسين أيد حمد خصوصا أنه المباراة ستلعب بين ناديين من أكبر الأندية هنا في الجزائر. لذلك نتمنى أن تكون مباراة جيدة وترقى إلى مستوى وتطلعات الأنصار.